يبحث فريق الزمالك بقيادة مدربه معتم الجمال عن مواصلة قطار انتصاراته في مختلف المسابقات، وذلك عندما يواجه ضيفه سجرادا الأنغولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للكونفدرالية الأفريقية. الزمالك يسعى لتحقيق فريق الثالث في البطولة القارية والوصول للعلامة الكاملة 9 نقاط في المجموعة الثانية ليضمن تفوقه فيها مبكرا وحسم صدارتها بعد فوزه في مباريتي الجولة الأولى والثانية على حساب نادي أبو سليم الليبي ونادي سوار الغيني الذي تفوق عليه برباعية. وبشكل عام استعاد الزمالك بريقه مجددا تحت قيادة مدربه معتمد جمال، والذي نجح في فرض كلمته خلال المواجهة الأربع الماضية التي خاضها رفقة الفارس الأبيض، محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع اللقاءات في مختلف المسابقات. تاريخ كبير للزمالك مع الفرق الأنغولية، حيث سبق وجمعه معهم 13 لقاء في مختلف المسابقات، حملت تفوقا كبيرا لصالح الفارس الأبيض الذي لم يعرف الهزيمة إلا مرة وحيدة فقط مقابل 5 انتصارات و7 تعادلات، وهو ما يجعل مهمة أبناء ميت عقبة سهلة في تعزيز صدارة المجموعة الثانية في أمسية الليلة. 13 مواجهة أمام فرق أنغولا، منهم مواجهتين أمام سجرادا في دوري أبطال أفريقيا حكمهم التعادل السلبي، مما يحتم على كتيبة القلعة البيضاء تسجيل الهدف الأول في المواجهة الثالثة التي تجمعهم بالفريق الأنغولي لتحقيق الهدف في مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.